الإمام الشافعي إله مهدسة ما تقعي مرتمية كفرية لحاق إطلاع شعب الرمان وفرعة الرمانية سرع مصرحان كفرية لحاق ما تقعي مرتمية وكتدو إلى كفرية لحاق إذا مشروع لي أخوين كريه وتريد أو أن قرشي سنين أي وإجراد كودة بسوريا كدوتان كفرية لحاق شروط بعض أساس لبوليس كطلقة كرعيتة دقالها طلقة ورمار قرعين دقالها طلقة ورمار كطلقة أليك بالشبة وعبر الشبة عاصماتك لبوليس كاقابياتة دقالها هيرقريتة ديرانك أحزاب تبضن يوت ديران دو غشو أيكو كرسونان كرشعب كرسونان كران شعب كصومالية وقراء واجبات كيسي كسوريا كدوتين إلى أيام حداس إسكالك شروع ضع إن دي الشرعية دا أو مدحوينا بوصو صحيحي أيام أور مرينا إن دي الشرعية دا تشيسك عالمية نافضة مدحوينا بوصو صحيحي شرعية بسمعة جودية دا لدقال انت مصماسكا مصماسكا مدحوينا بوصو صحيحي شرعية دخلية مدحوينا واصحيحي وربحنت حساب تلك لمدة تربية طمانكا مدحوينا واصحيحي إن دي الشرعية دا ليلة تلك سياسيين دا صومالية وليلة مصحيحة المنحوينة عيولية لا الشيس كبيرة ودى أفريكا بالبالين تددك وبركة عي ودى أفريكا منحوينة عيولية صحيحة الشيس كبصية إيراني تددد قناتك يومتك دبيعية منحوينة عيولية صحيحة الشيس كإيراني تددد قناتك عن موغن منحوينة عيولية صحيحة إن دي الشرعية كشركة ضع جرانسيا مدعوينا هو صحيحي إن دي الشرعية كمامو كيومانية مدعوينا هو صحيحي إن دي الشرعية كبترول مدعوينا هو صحيحي هشيزكا هشيزكا كمن دوشرا هي دها دمانة مالقشية ترفية بطن مدعوينا هو صحيحي وحكا بدل كشرعية فردوينكا مدحوينا اللو دريد وحكا بدل كشرعية إيكا قرنكا ساسوكا لمدحوينا أيو لي الله إن دي الشرعية دا حدا أو أن قدد دونو أمات المعنسيين وإن دي الشرعية كا إن دي الشرعية دا ديبو ميستا شرعية صحافة دا إن دي الشرعية كا هو قبكا يو حقسين تعيدا من قلب كسينة إن دي الشرعية كاستاتيستيكا دا صومالية أما إن دي الشرعية كتركوب كقرنكا إن دي الشرعية كدوريستا طيب كأودا إن دي الشرعية كطيبوكا إنتا سنا إنتي مانتا أنا عن سيحني يو سيطة على قرب ملاحوينا وأنا مانتا بلوك بجين طوعا كدار كدار waxaan u maleynayaa sharci doorashooyinka uu ka duwan yahay shuruucda kale marka si gaar ah in loo xuso ayuu mudayn shuruucda kale waa mid laakiin kaas dabdaar kala hadna inaan lahayn marka shuruucda kale oo ka soo noqotay aqalka sare ee aan idin badiyeyn marka dhammaan aqrinka ku laakiin inaad la socotaan waana la qeybin doonaa waa la idin qeybin doonaa inta kaloo hartay شرعي دورشوي كقرنكا شرعي دورشوي كقرنكا وهو كم جاء شروع ضرب مهين سن كالفريق اللي حاضر كفر ماي وحيانا عن بطن قادم كم طاي الجراء شعب كعبارة من كفدرال الصومالية وديار دونو شرعي دورش قرن والله بدر كل يلا باتنكا دورش الأول أما أحزاب السياسة هذا يقول طبعاً أما وطن كدور شو كوال رنتي اللي معنا بشرف ترى جارهان جدجا كم يرجع كأعاء دور شرع شرع نودي من دور شرع إن شرع دور شرع نودي من أنا مو معقلين يعني وعن كلام رأينا مو معقلين جدهان قلع شعب كعبار لمنك ورنتي أي تهيئين أهل لوغو فرحو
inuu ku ansixiyey 171 uu ku ansixiyey sharciga doorashooyinka qaranka, taasina waxay tusaysaa in xildhibaanada halkan fadhiya ay diyaar u yihiin waddankooda inay horumar gaarsiiyaan, ay ka fikirayaan waddankooda mar walba isbeddel inuu ka dhaco, oo macnaheedu uu yahay isbeddel horumar samaynaya. Sharciga maanta markuu soo noqdayna aadaan ugu faraxsannahay, oo dhammaantiin waa ku faraxsantihiin in golihii shacabka iyo aqalka sare wada shaqaynayo, oo ayagana dhinacoodii ay soo ansixiyeen guddigii halkan ay noo xaqiijiyeen nuxur inaan laga soo bedelin, oo badi qoraalladii sidaan u dhignay ayagana ay ku soo ansixiyeen. Waxaan rabaa marka inaan sheego shaqooyin badanaa noogu dhiman sharcigan doorashooyinka. Kalfadhiga toddobaad, ilaahay nafta hadduu noo gaarsiiyo oo aan caafimaad qabno, shaqada noo taalla way ka culus tahay shaqooyinkii kale oo noo yihiin. Waa la socotaan sharciga doorashada waxaa loogu talagalay hay-adaha federaalka in lagu doorto. Waxaa loogu talagalay in lagu doorto labada aqal ee baarlamaanka iyo madaxweynaha markaas kadibna, sida qodobka 89aad uu sheegayo baarlamaanka uu doorto madaxweynaha. Waxaan rabnaa marka sharcigan, maadaama federaalku loogu talagalay, waxaa xaq u leh baarlamaanka federaalka inuu ka shaqeeyo. Sharcigan ma aha waad aqriseen waa ansixiseen sharci loogu talagalay xildhibaanada ama mumasiliinta dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka maaha. Sharcigan waxaa lagu dooranaya madaxweyneyaashoodna laguma dooranayo, ayagana laguma soo dooranayo. Sharcigan waxaa lagu dooranaya golaha shacabka iyo aqalka sare. Sharcigan markaa fiirisaan waa qodobka 64aad iyo 72aad uu ka koobanyahay. Labadaas golaha shacabka iyo golaha aqalka sare doorasho dadbanay ku imaan jireen. Tii unbaa waxaa la leeyahay dadbanaanta kasoo noqda ee jidka hala maro. Marka waxaan dhammaan bulshada Soomaaliyeed u sheegaynaa baarlamaanka Soomaaliyeed wuxuu diyaar u yahay waddankan horumar la taaban karo, oo hadday noqon lahayd shuruucda lagu horumarin lahaa inuu diyaar u yahay. Marka mar labaad waan idin mahadcelinayaa. Waxaan ugu talagalnay kalfadhigan in xaflad loo sameeyo, haddii alla idmo maalinta khamiista oo berinta ah habeenkeeda jimca uu soo gelayo, xaflad aan u sameyno oo aan ku gebagabaynayno kalfadhigan hadda noo xirmaayo. Isla markaas waxaan idin sheegayaa waa la socotaan xoogaa yaraan dhaqaaqnay, bishaad waxaa ka dhiman taqriiban iska 10 maalmo aan dhahno, muddada fasaxa aad ku jirtaan waa bil keliya ugaada hal bilaa fasaxa ku jirtaan abriil horaanteeda ama kowdeeda kalfadhiga toddobaad uu furmaya. Ka hor waxaan ka shaqayn doonaa shaqooyinka xafiiska ayaan ka shaqayn doonaa. Talaabo kastoo aan qaadayno inta aad fasax ku maqan tihiin gurubyaha jira ama xogeeyaha golaha shacabka, asagaa laga rabaa mar walba inuu wargeliyo xildhibaanada oo message ugu diro. Sharciyeedka dib u eegista iyo kaabista sharciga siyada siyaasadda dalka, kaas waxaan jecelnahay markaan soo noqono, haddii ilaah nafta nool gaarsiiyo, in kamugu horreeyo annaga aan ka doodi doono oo noqon doono. Marka runtii mar labaad iyo mar saddexaad waan idin mahadcelinayaa. Waxaa maanta noo xirmay kalfadhiga lixaad ee golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka ah. Hada wabillaahi abriil horaanteeda ama kowdeeda kalfadhiga toddobaad uu furmaya. Ka hor waxaan ka shaqayn doonaa shaqooyinka xafiiska ayaan ka shaqayn doonaa. Talaabo kastoo aan qaadayno inta aad fasax ku maqan tihiin gurubyaha jira ama xogeeyaha golaha shacabka, asagaa laga rabaa mar walba inuu wargeliyo xildhibaanada oo message ugu diro. Sharciyeedka dib u eegista iyo kaabista sharciga siyada siyaasadda dalka, kaas waxaan jecelnahay markaan soo noqono, haddii ilaah nafta nool gaarsiiyo, in kamugu horreeyo annaga aan ka doodi doono oo noqon doono. Marka runtii mar labaad iyo mar saddexaad waan idin mahadcelinayaa.
waxa maanta noo xirmay kalfadhiga dhexaad ee golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka. Hada wabillaahi towfiiq. Asalaamu calaykum.